الاسم فطوم الزهراء النوري، مراسله بجريده تخريب كانيوز. استفدنا من هذا الصحافه الالكترونيه ان حريه المسؤوليه ومهنيه، وعرفنا ان الاجناس مختلفه من خلال المهارات والتحرير. وفي هذه الورشه تعلمنا من اساتذه وتمارين وتنظيم جمعيه تخريب كان الصحافه. كانت بالنسبه لنا دوره تكوينيه اللي عرفنا فيها بزاف العناصر والحوايج اللي ما كناش عندنا يعني من قبل. هذا هو اللي كاين. شكرا.